نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، وفيها تقدم لفصائل المعارضة السورية المسلحة في جبهات ريف اللاذقية وحماة وحمص. الجيش العراقي يؤكد استعادة السيطرة على جزيرة هيت بالكامل من أيدي تنظيم الدولة. احتدام المعارك في الضالع، والجيش اليمني يصد محاولة للتوغل من قبل الحوثيين في المنطقة. أهلا بكم. أعلنت مصادر من المعارضة السورية أن فصائل المعارضة المسلحة حققت تقدما في عدة مواقع في جبهات بريف اللاذقية وحماة وحمص. ففي ريف اللاذقية تمكنت المعارضة من السيطرة على قرية رشا في جبل الأكراد وعلى تلال البركان وتلة الدبابات ومنطقتي الملك والمنقص ومواقع عسكرية تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الداعمة لها. أما في ريف حماة فقد استعادت كتائب المعارضة السيطرة على بلدة معان بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام، وذلك بعد يوم من سيطرة النظام على بلدتي معان والكبرية وحواجز شمال بلدة شعتا. في غضون ذلك أكدت قوات المعارضة السورية في مدينة حلب أنها تمكنت من نسف مبنى تتمركز فيه قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها في حي سليمان الحلبي بمدينة حلب. وتخوض قوات المعارضة السورية معارك شرسة ضد قوات النظام في أحياء سليمان الحلبي وبستان الباشا والشيخ سعيد، فيما تشهد منطقة العويجة في شمال حلب قصفا صاروخيا ومدفعيا من قبل قوات النظام وسط اشتباكات متواصلة دون تحقيق أي طرف تقدما على حساب الآخر. ونبقى في الشأن السوري، حيث لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم عندما فجر انتحاري نفسه في قرية الماشي على أطراف مدينة منبج. وتخضع البلدة للمجموعات الكردية المسلحة والمعروفة باسم قوات حماية الشعب. قال متحدث باسم تلك القوات إن الانتحاري من مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. هذا واستحوذ الملف السوري على جانب مهم من محادثات الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء مباحثاتهما التي استمرت قرابة الساعتين مساء أمس في اسطنبول على هامش قمة الطاقة العالمية. وتعهد الطرفان بالعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في حلب وبالسعي لإيقاف القتال والتوصل إلى تفاهم دائم بينهما بشأن الأزمة السورية. كما اتفق الزعيمان على تطبيع العلاقات بين بلديهما والتي شهدت انفراجا منذ اعتذار أردوغان على إسقاط طائرة روسية قرب الحدود التركية. يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن خلال البوابة التركية هذه المرة على التأكيد بأن وجهة النظر الروسية حول الحرب الدائرة في سوريا ترى أنه يجب وقف إراقة الدماء في البلاد والوصول إلى مرحلة الحل السياسي في أسرع وقت. من أجل إيصال المساعدات إلى حلب اقترحنا على الأمريكيين وجهة نظرنا في تأمين طريق الكاستيلو وإبعاد قوات النظام وقوات المعارضة وتأمين قوافل المساعدات، إلا أن الأمريكيين إما أنهم لا يريدون فعل ذلك أو أنهم غير قادرين. في حين رمى بوتين في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الكرة في ملعب الأمريكيين محملا إياهم مسؤولية عدم التمكن من إيصال المساعدات إلى المدنيين المحاصرين شرقي حلب، ومعتبرا أن القضية الوحيدة التي تعيق ذلك هي ضمان سلامة توصيل المساعدات. لكن أقوال بوتين لا تتفق مع ما يجري على الأرض، خصوصا مع التعزيزات العسكرية الروسية على الجبهة السورية وإرسال المزيد من منظومات السلاح ربما لحسم معركة حلب، إضافة إلى تصريح نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف الذي أعرب عن نية موسكو تحويل قاعدتها البحرية في طرطوس على الساحل السوري إلى قاعدة دائمة، معتبرا أن من شأن هذا القرار تعزيز قدرات روسيا العسكرية ليس في سوريا فحسب بل في الشرق الأوسط والبحر المتوسط بشكل عام، وسط أنباء صحفية عن مباحثات مع مصر لاستئجار مواقع عسكرية مختلفة نفتها مصر لاحقا. التصريحات الروسية قابلتها المعارضة السورية بإعلانها أنها ستبدأ بقصف القاعدة الروسية في مطار حميم باللاذقية بالمدفعية والصواريخ محلية الصنع، وذلك بالتزامن مع معركة عاشوراء التي أعلنت عن بدئها في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.
وعلى ما يبدو تسعى روسيا لمحو طابع القوة المهزومة في الحرب الباردة وإظهار أنها قادرة على تغيير الاتجاهات والسياقات التي كانت تؤطر حركتها السياسية والعسكرية والاستراتيجية في مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. ويختتم مؤتمر الطاقة العالمي أعماله اليوم في اسطنبول، حيث من المقرر أن يعقد ممثل منظمة الدول المصدرة للبترول اجتماعا تشاوريا لبحث قرار تخفيض إنتاج الخام. المؤتمر يعد أهم لقاء دولي متخصص ينظمه مجلس الطاقة العالمية، ويجمع بين منتجي الطاقة ورجال الأعمال والأكاديميين من شتى دول العالم. وينعقد مؤتمر اسطنبول بمشاركة 4 رؤساء دول وأكثر من 250 وزيرا ومديرا تنفيذيا لكبريات الشركات العالمية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من اسطنبول مراسلنا أحمد غنام. إذا أحمد، نقف معك على حصيلة هذا المؤتمر بالنسبة لتركيا من جهة المكاسب السياسية أو الاقتصادية أيضا. نعم سارة، في الحقيقة أن هذا المؤتمر هو في يومه الثاني للفعاليات. اليوم يكون فيه 5 جلسات تشاورية حول الطاقة البديلة وحول إمكانية استخدام الطاقة البديلة ضمن 20 سنة قادمة، وتوزيع بالتحديد الغاز الطبيعي على جميع دول العالم. فيما يخص تركيا، بالأمس وقعت تركيا اتفاقية السيل الغاز بينها وبين روسيا لنقل الغاز الطبيعي من الأراضي الروسية عبر الأراضي التركية إلى أوروبا. أما من ناحية أخرى، فكان قد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة مقتضبة له خلال المؤتمر بأن تركيا الآن في بحث متواصل حول إمكانية إنشاء مفاعل نووي ثالث من أجل توليد الطاقة الكهربائية، وكانت قد عقدت اتفاقيتين منفصلتين مع كل من اليابان وروسيا أيضا حول إنشاء مفاعل نووي مع كل واحدة من هذه الدول. فيما يخص أيضا المكاسب الاقتصادية، كان قد أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن بلاده لا تنتج الطاقة ولكن بحاجة كبيرة إلى الطاقة بقدر حجم الاستثمار الذي هو موجود في تركيا. فبالتالي فتركيا تسعى من خلال هذا المؤتمر لتنصب نفسها في منطقة الشرق الأوسط بأنها مكان آمن لاستثمار الطاقة. أشكرك جزيل الشكر أحمد غنام على جملة هذه المعلومات وتفاصيل مراسلنا من اسطنبول. إلى العراق الآن، حيث أعلن الجيش العراقي استعادة السيطرة على جزيرته غرب الرمادي بالكامل بعد أيام من المعارك مع ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة الأنبار. وقال قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوي إن القوات العراقية بسطت سيطرتها على مناطق وقرى الجزيرة. أضاف أن عناصر التنظيم انسحبوا إلى مناطق قريبة من الحدود السورية دون مقاومة. وأكدت قيادة عمليات الأنبار في بيان لها رفع العلم العراقي فوق المباني في المنطقة بعد تكبيد مسلحي التنظيم خسائر كبيرة. عن آخر التطورات ينضم إلينا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. إذا طارق، كيف استعادة القوات العراقية بهذا الشكل الذي يمكن أن نوصفه بالسريع جزيرة هيت؟ سارة، هذه العملية العسكرية بدأت منذ 3 أسابيع وانتهت خواتيمها اليوم بالإعلان رسميا عن استعادة القوات العراقية، والحديث يدور عن قوات الجيش والشرطة النظاميتين، استعادة السيطرة على مساحات واسعة تتضمنها 4 مناطق تمتد على مساحة تتجاوز أكثر من 100 كيلومتر مربع. هذه المساحة التي يطلق عليها جزيرة هيت تحد 3 أو 4 مناطق مهمة، هي مناطق شمالي الرمادي وبالإضافة إلى مدينة هيت وحديثة، وهنالك مدينة البغدادي التي كانت تشهد هجمات عنيفة ومتكررة من عناصر التنظيم قادمين من هذه المنطقة المفتوحة والصحراوية والمترامية الأطراف. وبالتالي لم يتمكن عناصر ما يعرف بالدولة الإسلامية من مواجهة القوات العراقية على هذه الأراضي المفتوحة والمنبسطة، مع الإشارة إلى أن القوات العراقية اعتمدت على المدفعية وعلى سلاحي مروحيات الجيش وكذلك سلاح يعني الجو العراقي هذا بالإضافة إلى غارات عنيفة. كيف تعمل القوات العراقية على تثبيت سيطرتها على هذه المناطق، ونعلم بأنها سيطرت في السابق على جزيرة الرمادي وأيضا الآن جزيرة هيت، وتتعرض هذه المناطق بين الحين والآخر لهجمات من قبل تنظيم الدولة؟
سارة، هذه المناطق تحتل موقعا استراتيجيا مهما شرق وغرب الرمادي، والحديث عن جزيرتي هيت والرمادي، هذه العملية العسكرية الواسعة النطاق بدأت في الشرقاط كرأس مثلث، وهنالك طرفي المثلث شرق وغرب الرمادي، وبالتالي لا يمكن البدء بعملية استعادة السيطرة على الموصل أو مناطقها الشرقية والغربية دون تأمين الخطوط الدفاعية للقوات العراقية، وبالتالي حركة القوات العراقية بدأت باتجاه مدينة الموصل، لكن هي تؤمن هذه المناطق وهي مناطق صحراوية مترامية الأطراف يستخدمها التنظيم كطرق إمداد وكذلك لنقل عناصر مسلحيه، وبالتالي هذه المناطق كانت تحت أو خارج سيطرة القوات العراقية خلال 13 عاما، وهي المرة الأولى التي تعود لسيطرة القوات العراقية النظامية التي تصفها بأنها خطوط إمداد مهمة لما يعرف بالدولة الإسلامية. أشكرك جزيل الشكر طارق ماهر، كنت معنا من بغداد. حث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جميع الأطراف اليمنية على عدم إحباط الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام. ودعا ولد الشيخ عقب محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي جون مارك أيرلوت في باريس، حث جميع الزعماء السياسيين وداعميهم إلى الامتناع عن الإضرار بالسلام والأمن، مشددا على ضرورة استغلال الأوضاع الحالية لإيجاد مدخل للحل السياسي من أجل وقف القتال واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين. من جهته قرأ أيلوت في مؤتمر صحفي أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إلى حل وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مضيفا أن كل الأطراف يجب عليها أن تتعاون للتوصل إلى حل سياسي في هذا البلد. وفي التطورات الميدانية، قالت مصادر عسكرية تابعة للمقاومة في اليمن إن 40 عنصرا من قوات الحوثي والصالح قتلوا وأصيب عشرات آخرون في اشتباكات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة الضالع جنوبي البلاد. وأكدت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين شمالي المحافظة إثر هجمات شنتها قوات الحوثي والصالح على مواقع للقوات الحكومية في المنطقة، لكنها لم تتمكن من تحقيق أي تقدم. وفي محافظة البيضاء قتل 6 عناصر من قوات الحوثي والصالح في اشتباكات مع المقاومة الشعبية، جاء ذلك عقب محاولة لقوات الحوثي للتقدم باتجاه منطقة العبل في البيضاء. كما قتل 8 من مسلحي الحوثي والصالح وأصيب 11 آخرون في اشتباكات مع المقاومة الشعبية بمحافظة تعز جنوب البلاد. ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسلنا خليل القاهري. إذن خليل، كما تابعنا في أو نبيل اليوسفي، أهلا بك نبيل. نبيل، كما تابعنا في الخبر التصعيد هو سيد الموقف، ماذا في تفاصيل القصف الأخير في تعز والتطورات على الحدود السعودية؟ نعم سارة، الآن وبالتحديد وصلتنا الأخبار من مدينة تعز بأن هناك قذيفة سقطت على حي سوفيتيل وهو أحد الأحياء السكنية وسط مدينة تعز، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين لم يعرف عددهم حتى الآن. هناك كذلك اشتباكات عنيفة تدور في الجبهة الغربية، هذه الاشتباكات هي منذ أيام وبالتحديد في الجبهة الغربية ما بين المقاومة الشعبية من جهة وكذلك الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى. القتلى ربما بحسب المصادر وصلوا إلى 15 قتيلا حتى الآن، وهناك عدد من الجرحى لم يعرف عددهم حتى الآن بسبب عنف الاشتباكات في المنطقة. هناك كذلك تبادل قصف مدفعي عنيف في منطقة أو جبهة الأحكوم وهي جنوب شرق مدينة تعز. المقاومة الشعبية تقول بأن هناك استهداف مكثف من قبل الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالمدفعية على مواقع المقاومة في تلك الجبهة وهي تابعة لمديرية حيفان بمحافظة تعز جنوب اليمن. كذلك سار هناك تحليق الآن مكثف لطيران التحالف في سماء العاصمة اليمنية صنعاء، لم تعرف حتى الآن لم تطلق أي غارة ولكن التحليق مكثف منذ صباح اليوم في سماء العاصمة صنعاء. أكثر المعارك تصعيدا هنا في اليمن سار هو في منطقة مريس بمحافظة الضالع، والتي بلغ عدد القتلى بحسب مصادر ميدانية إلى حوالي 45 قتيلا من الطرفين، بالإضافة إلى منطقة ولد وربيع وهي في محافظة البيضاء وسط اليمن. هناك تعزيزات لكلا الطرفين وسط المنطقة بعد سقوط نحو 50 قتيلا من الطرفين، ولا زالت بحسب شهود
ريان جثث منذ يومين مترامية في المنطقة التي تتم فيها الاشتباكات. محافظة الجوف كذلك شمال اليمن وبالتحديد في منطقة المتون هناك اشتباكات عنيفة. الحوثيين يقولون بأنهم صدوا زحف للمقاومة الشعبية في تلك المنطقة ولا زالت الاشتباكات تدور حتى الآن. سارة في المقابل منطقة نهم شهدت هذا اليوم اشتباكات في شرق العاصمة صنعاء ما بين المقاومة التي حاولت التقدم في أحد الجبال في تلك المنطقة لكن هناك اشتباكات تدور حتى الآن. وكذلك على الحدود اليمنية السعودية في منطقة ميدين التابعة لمحافظة حجة اشتباكات تدور حتى الآن بالتزامن مع قصف مدفعي وكذلك غارات لطيران التحالف وطيران الأباتشي في تلك المنطقة. سارة كذلك هناك غارات لطيران التحالف شنتها على منطقة المخا التي تطل على البحر الأحمر وهي تابعة لمحافظة تعز. أجملت لنا آخر التطورات الميدانية في اليمن. نبيل اليوسفي أشكرك جزيل الشكر. اتهمت إثيوبيا كلا من مصر وأريتريا بتغذية موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي دفعت الحكومة الإثيوبية إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، بينما نفت الخارجية المصرية أي تدخل في شؤون إثيوبيا واعتبرت أن ما جرى تداوله من أخبار بشأن وجود عناصر مصرية خلال تجمعات احتجاجية لا أساس له من الصحة. الأعداء الخارجيون هم سبب القلاقل والاضطرابات في البلاد، والأدلة تشير إلى الجارة الصغيرة جدا واللدودة جدا إريتريا وإلى الغريمة مصر. الحكومة الإثيوبية تحمل إريتريا ومصر مسؤولية المظاهرات والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، فإريتريا بحسب المسؤولين الإثيوبيين تسعى إلى إسقاط النظام واقتطاع أراضي من إثيوبيا، بينما تسعى مصر إلى وقف بناء سد النهضة. ورغم استضافة إريتريا للمعارضة الإثيوبية المسلحة بل ولفئات تقاتل القوات الإثيوبية في الصومال، إلا أن احتجاجات هذه المرة تبدو لأسباب داخلية تماما. رئيس الوزراء الإثيوبي حيلا مريم ديسلاجن أعلن عن حالة طوارئ 6 أشهر في كامل أقاليم البلاد، وهو ما زاد من غضب المعارضة السلمية في إثيوبيا. الاحتجاجات الأخيرة سببها استيلاء الحكومة على أراض في إقليم أوروميا لإنشاء مشاريع تنموية ولتوسيع العاصمة أديس أبابا، وسبقتها احتجاجات بسبب تضييق الحريات وانتهاك حقوق الإنسان وتغيير حدود الإقليم. الحكومة الإريترية لم تكترث للرد على إثيوبيا ببيان أو تصريح، بل زادت من دعمها لفصائل المعارضة الإثيوبية إعلاميا على الأقل. أما الحكومة المصرية فنفت بشدة وشددت على أن الأدلة المقدمة لضلوع مصريين في الاحتجاجات الأخيرة خالية من الصحة تماما. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها لكن بعد الفاصل. السياسات الإسرائيلية تهدد قوت صيادي السمك الفلسطينيين جنوب حيفا. أهلا بكم من جديد. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير الفلسطيني أمجد العليوي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد اتهامه بالمسؤولية عن عملية إنتار التي وقعت أول أكتوبر تشرين الأول الماضي. واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني وامرأة بالإغماء أثناء احتجازها. أما في القدس المحتلة فقد أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محل تجارية في بلدة الرام شمال مدينة القدس بالشمع الأحمر وسط تواصل المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة. يعاني صيادو السمك في قرية جسر الزرقاء جنوبية حيفا من سياسات إسرائيلية يقولون إنها ضربت مهنة صيد الأسماك والتي كانت تعد مصدر الرزق الأساسي لهم. مراسلنا بشار صغير يستعرض في التقرير التالي أبرز التحديات التي يواجهها هؤلاء الصيادون. خالية من السمك تخرج شبكة الشداد من عرض البحر كغيره من صيادي قرية جسر الزرقاء في أراضي 48 يواجه شداد تحديا كبيرا يتمثل في عدم توفر الكمية المأمولة من الأسماك، ما دفع العديد من نظرائه لترك مهنة ورثوها أبا عن جد.
بعد أن كانت مصدر الرزق الأساسي لأهالي قرية جسر سرقاء، تراجعت مهنة صيد الأسماك على نحو تدريجي بسبب التضييقات الإسرائيلية المختلفة، حتى أصبح عدد الصيادين أمثال شداد لا يتجاوز 30. إحدى الإجراءات الإسرائيلية هي تسيير بواخر كبيرة على مقربة من شاطئ القرية، والذي يخلف آثارا مدمرة. البواخر الكبيرة هي اللي بتجرف في السمك الكبير والصغير. السمك الصغير اللي بتكون وليد بتقتلها، بتجرفها بتقتلها، ما تطلع مشان نصيدها على لنا لهون، بيقتلوها جوا بالبحر. وفق الصيادين في القرية، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ إلى سياسات انتقامية ضدهم باعتبارهم سكان القرية الفلسطينية الساحلية الوحيدة التي صمدت في وجه التهويد إبان النكبة. ومن بين هذه السياسات حرمانهم من إقامة ميناء بكافة مستلزماته أو كواسر للأمواج، إلى جانب مداهمة شرطة الاحتلال لبيوتهم على نحو مستمر. احنا عشنا عشرات السنين بالشكل هذا مع التنك والبركيات، احيانا تجي نوي وعاصفة تبقى بتقيمهم، احنا نرد نرجعهم. بدهمش ولا عربي يتقدم بالحياة، بدهم كل الأشياء اللي هم. هذا وقد عرضت ما تعرف بسلطة الطبيعة الإسرائيلية خطة لتحسين المنطقة تشمل إقامة محمية ومنازل للصيادين، لكن أهالي القرية رفضوا العرض بشدة خوفا من أن تكون هذه الخطط مقدمة لبسط السيطرة الإسرائيلية على شاطئهم. من قرية جسر الزرقاء جنوب حيفا، بشار صغير، التلفزيون العربي. أخبار الاقتصاد نتابعها في هذه الجولة. مع الخطط الواعدة التي من المنتظر أن تجعل من صندوق الاستثمار العام السعودي PIF الأكبر عالمياً، بقيمة من المتوقع أن تتخطى 2 تريليون دولار بعد استكمال تقديم العرض الأولي لـ 5% من سهم أكبر شركة للإنتاج النفطي في العالم السعودية أرامكو، قرر الصندوق تخفيض مستوى إقراضه للمرحلة المقبلة بعد الذروة التي حققها بـ 80% على مدى الخمس سنوات الماضية. وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان الاتفاقية المشتركة لانطلاقة مشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي الطبيعي عبر أنبوبين في قاع البحر الأسود بطاقة استيعابية تصل إلى 15.75 مليار متر مكعب، ما يسمح لروسيا تجاوز أوكرانيا وأنابيبها لتعزيز حضورها في سوق الغاز الأوروبية. يذكر أن مشروع السيل التركي استبدل مشروع السيل الجنوبي بعد خلافات حادة بين روسيا والاتحاد الأوروبي. حسب وثيقة حكومية مسربة نشرتها صحيفة التايمز البريطانية، تقول أن خسارة بريطانيا ستتجاوز 66 مليار جنيه استرليني في حال خرجت الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي، ما يعني تراجع الناتج الإجمالي المحلي البريطاني بـ 9.5%. يذكر أن رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي تواجه انتقادات حادة من قبل كبرى الشركات البريطانية لإعلانها عن موعد اعتمادها للمادة 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي، لما تعكسه المادة من عيوب خطيرة تمهد للخروج الصعب. عبرت المفوضية الأوروبية عن رضاها لتطورات تطبيق البرنامج الإصلاحي الهيكلي المفروض على اليونان من قبل الترويكا، وتوافق على تقديم دفعة جديدة إلى اليونان بقيمة 1 مليار ومليون يورو كجزء من حزمة المساعدة الثالثة، وتأجيل تقديم الدفعة الأخيرة بقيمة 1.7 مليار يورو. يذكر أن حزمة المساعدة الثالثة إلى اليونان بقيمة 86 مليار يورو تم الموافقة عليها العام الماضي، رفعت مستوى الديون اليونانية إلى ما يزيد عن 170% من الناتج الإجمالي المحلي اليوناني. تواجه الشركة الكورية الجنوبية سامسونج تحديات كبيرة مع تكرار حوادث احتراق بطارية تليفون نوت 7، الأمر الذي يهدد مكانة اسم سامسونج في الأسواق العالمية. ومع إعلان الشركة الرسمي عن إيقاف إنتاجها لتليفون نوت 7، هو سهم الشركة بـ 1.5%. يذكر أن سهم سامسونج أظهر مقاومة شرسة في جلسة يوم أمس بعد تقارير استثمارية من قبل العديد من صناديق التحوط رفعت من الجاذبية الاستثمارية للشركة.
اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حكومة جنوب السودان بالفشل في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة الدولية. وأشار بان كي مون إلى أن تعهد حكومة جنوب السودان بالسماح بنشر مزيد من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وتحسين حرية حركة القوات الأممية على الأرض لم يترجم بعد إلى أفعال. الآن إلى إطلالة سريعة على أهم الأخبار الرياضية. انتزع المنتخب الفرنسي فوزا صعبا من مضيفه الهولندي بهدف نظيف في المرحلة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا. هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا في الدقيقة 30، ليتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف أمام المنتخب السويدي، بينما تراجعت هولندا إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط. تستأنف الليلة مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا بإقامة عدة مباريات، أبرزها المواجهات التي تجمع المنتخب السلوفيني بنظيره الإنجليزي في المجموعة السادسة. منتخب الأسود الثلاثة سيكون مطالبا بتقديم أداء أفضل من المباراة الماضية على الرغم من فوزه على مالطا المتواضعة بهدفين نظيفين. هذا ومن المتوقع أن يغيب قائد المنتخب الإنجليزي وين روني عن اللقاء بعد أن قرر المدرب المؤقت جاريث ساوثغيت جلوس الهداف التاريخي لإنجلترا على مقاعد البدلاء. يستضيف المنتخب القطري اليوم نظيره السوري في لقاء مصيري في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، ويعد اللقاء بمثابة الفرصة الأخيرة للعنابي القطري الذي يدخل المباراة برصيد خال من النقاط، فيما يسعى المنتخب السوري لمواصلة عروضه الملفتة للنظر وتحقيق فوزه الثاني على التوالي من أجل الدخول في دائرة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل. وفي المجموعة الأولى يستضيف المنتخب السعودي نظيره الإماراتي في قمة خليجية مثيرة. الأخضر يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة الزحف نحو الصدارة، فيما يأمل الأبيض في الخروج بنتيجة إيجابية من جدة تعزز من حظوظه في بلوغ المونديال للمرة الثانية في تاريخه. يحل المنتخب البرازيلي ضيفا ثقيلا ليلة على فنزويلا في الجولة العاشرة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، ويحتل منتخب السامبا المركز الثاني في التصفيات برصيد 18 نقطة وفارق نقطة واحدة عن متصدر منتخب أوروغواي. وعلى الرغم من غياب نجم نيمار بداعي الإصابة إلا أن المنتخب البرازيلي يبدو مرشحا فوق العادة للخروج بالنقاط الثلاث أمام متذيل الترتيب المنتخب الفنزويلي الذي فشل في تحقيق أي فوز في التصفيات حتى الآن. وفي أبرز المباريات الأخرى تستضيف الأرجنتين منتخب باراغواي وترحل أوروغواي لمواجهة كولومبيا. بأخبار الرياضة نختم النشرة، إلى اللقاء.